السلام عليكم يا شباب، قدمنا لكم في فيديو جديد. الفيديو اليوم راح نتكلم عن شرح قوى حكام الدمار، قوتهم وشكلهم وتصميمهم وكل شيء يخص هذا الحاكم. اولا راح نبقى في الكون الاول والذي هو ايوان. هذا الحاكم دمار تقريبا من اضعف حكام الدمار، بالرغم انه شكله حتى يوحي للضعف مقارنة بحكام الدمار الثانيين. وجهه كأنها مكنسة عادية، ما في لها تصميم جدا رائع، تصميمها جدا عادي. وجهه يبين انه حكيم، وصوته كمان لان صوته رقيق تقريبا، بس في النهاية ترى هو قوي كتير مقارنة في الفانين، يعني تيجي رين وجوجو هيك، لانه فعليا كان يسخر على الكينج تاما اللي هي قوته كانت جدا عملاقة، ويعتبر انه قوته جيدة بس، يعني مثل تسليك كان يسلك لجيرين وجوجو، يعني اكيد حكام دمار قوتهم متفوقين على اي فاني تقريبا حاليا في دراغون بول، حتى هو اقوى من بلاك فريزا بالاغلب. يعتبره تقريبا كثالث اضعف حاكم دمار، حسب ما تبين بالفصل 28 والتاسع والعشرين من دراغون بول سوبر، لانه ما قدم كثير، نفس الوقت ما عنده تقنيات خاصة تقريبا، ما شفنا اي تقنية خاصة يستخدمها. فهذا الحاكم دمار تقريبا ما يعتبر مميز بشكل كبير، بس يعتبر حاكم دمار الكون الاول، هذا الاشي اللي يميزه لانه الكون الاول. اذا انتقل للكون الثاني، وحاكم الدمار هي حاكمة الدمار هيليز، حاكم دمار انثى، واللي تعتبر تقريبا الوحيدة الانثى من بين كل حكام الدمار. هي الحاكم الدمار مميزة ببعض الاشياء، يعني غير انها انثى، وهذا الاشي مميز مقارنة بحكام الدمار، بس الاشي اللي يميزها قدرتها، قدرتها قريبة بقدرة بوا هانكوك من ون بيس، تطلع قلوب من فمها او ايش ما كان يعني هيك وترميها على الخصم. طبعا القلوب اللي طلعها جدا قويه، يعني قدرت تطيح بالحاكم دمار ليكر بضربه واحده منها. طبعا تطلع سهام ترى تاذي، يعني ما تجمد الواحد لحجر وهيك. طبعا هي حاكم دمار تميز فيها انه عندها نرجسيه من ناحيه الحب، يعني تحب نفسها كثير اكيد وتحب يعني الحب وهي الاشياء والمكياج، يعني الاشياء التافهه. اصلا كل كونها مميز بهي الصفات تقريبا. الكون الثاني كان تقريبا اسوأ كون بين كل الاكوان في حلبة بطولة القوة عند اغلب الفانز، لانه كون جدا تافه صراحة. المهم حاكم الدمار هاي جدا قوية، بس تقريبا تدخل يعني توب 7 او توب 6 من بين كل حكام الدمار. ننتقل الى الكون الثالث، وحاكم دمار هذا الكون اسمه ميلو او موسوكو باسمه المعروف. هذا الحاكم دمار مقتبس اسمه من اسم البغل، يعني معنى اسمه البغل، طبعا يعني اسم جدا غريب اكيد. هذا الحاكم دمار يتميز بكثير اشياء بسريته، يعني كان يتبين انه روبوت جدا عملاق، فنتفاجئ الحين يعني انه هذا روبوت ولا لا، بس في نهايه تبين لنا انه قزم صغير يقعد داخل بروبوت عملاق. شو السبب اللي خليه يسوي هذا الاشي؟ اكيد يمكن عشان صغير الحجم، طبعا يقدر يستخدم يعني قوته بشكل كبير، وترى ما هو ضعيف من اقوى 5 حكام دمار تقريبا، قلت لكم انه الشكل ما يهم ابدا عند حكام دمار، اذا الداشين كان الاقوى شخصيات تقريبا وزينو اللي هم اقصر شخصيات تقريبا، فيعني دراغون بول ما يهم حجم الشخصية، يهم قوتها. هذا الحاكم دمار كان متميز انه قدر يمسك فيروس في المانجا، يعني مسك فيروس هيك وكان راح يفوز عليه لو قادر يمسكه بشكل كامل بدون ما يضربه في النهاية ويطلع بشكل غير عادل، لانه توجه ضربة عليه بدون ما يركز عليها، فيعني ابدع كثير بقتاله في حكام دمار بفصل 28 والتاسع والعشرين، فيعني هذا الحاكم دمار جدا مميز، وكونه متميز بشكل كبير انه تقريبا كون جيد مقارنة في الاكوان اللي كانت تحت الدمار اللي هم الثمان اكوان اللي يريد يدمرهم زينو، لانه في تطور جدا حلو، يعني يحتوي على تطور كبير حتى يعني كونها تقريبا كل يميزها التطور، ومقاتلينها في حلبة بطولة الأكوان كانت جدا مميزين وجدا أقوياء، ومن أقوى تقريبا 5 أكوان كان في بطولة القوة. لننتقل إلى حاكم دمار الكون الرابع، أحد أقوى حكام دمار وربما يكون أقواهم، والذي هو كيتيلا. هذا الحاكم دمار جدا قوي، حتى في المانجا تبين لنا بأنه قدر أنه يكسر فيروس من مصارعة الأيدي، فما يعرفوا مين أقوى، هو الفيروس. هم يثقوا اثنين حكام دمار، فتقاتلوا في قتال بينهم في قتال حكام دمار فصل 28 والتاسع والعشرين، بس في النهاية انتهى القتال بتعادل لأنه داشي كان أوفق أفا، فما نعرف مين هو الأقوى ولا فيروس، يعني هذا الحاكم دمار جدا قوي كثير، وهذا الحاكم دمار يتميز بكثير تقنيات حلوة، بما أنه أصلا فار وفيروس قطة، يعني كأنهم توم وجيري، وبالأغلب الكاتب اقتبس هذا الإشي من توم وجيري. هذا حاكم دمار قريب من تصرفات فيروس من ناحية الأكل واللعب، هذا هو تقريبا نظام حياته. تقريبا من ناحيه الشخصيه قريب كثير من فيروس في الكوميديا وكل شيء، فهذا حاكم دمار جدا مميز وبتوقع له مستقبل كبير كثير في دراغون بول سوبر. لننتقل الى الكون الخامس، هذا الحاكم دمار هذا الكون اللي هو اراك، شخص تقريبا قريب من شكل السمكه اللي معفنه،
شكلها جدا بشع. وبنفس الوقت من الاشخاص اللي علقوا على كينج تاما وصار يسخروا منها في دراغون بول سوبر في قتال جوجو ضد جيرين. هذا الحاكم دمار مغرور تقريبا لدرجه كبيره، فبنفس الوقت اصلا حكيم، يعني تبين علينا هذا الاشي. هل هو قوي او لا؟ صراحه لا، من اضعف تقريبا ثلاث حكام دمار، لانه ما قدم كثير في قتال حكام دمار بالمانجا، كان تقديمه تقريبا جدا بسيط وما قوي كثير. فهذا الحاكم دمار تقريبا ما يتميز بكثير اشياء، لا يعني تقريبا ما كان في اضواء عليه بالمره مثل يوان. فهذا حاكم دمار تقريبا ما في شيء ميزه لا نحكي عنه كثير، غير انه يعني حاكم دمار الكون الخامس، وانه يعني شخص قوي شوي وبس مثل اي حاكم دمار ثاني. لننتقل الى الكون السادس، وحاليا حاكم دمار هذا الكون اللي هو اخ بيروس تشامبا. وهذا الحاكم دمار تقريبا كمان قريب من تصرفات بيروس، اكل نوم وكل شيء. هل تشامبا قوي؟ هو اضعف من بيروس في الحقيقه، خصوصا انه مهمل صحته وسمين. فبالمانجا في قتال حكام دمار قدم اشياء بس مش لهالدرجه كثير يعني صراحه، فيعتبر من اقوى خمس حكام دمار ممكن ياب، بس ما انه لهالدرجه صراحه قدم كثير اشياء، خصوصا انه يتعب بسرعه تقريبا، ويعني قدره تحمله مو حلوه كثير، لانه بتعرفوا اهمال صحته اكبر لسه من بيروس. المهم انه يتميز في القصه اكيد، يعني تقريبا ثاني اهم حاكم دمار من بعد بيروس اكيد، لانه اخوه، فكان في ارك كامل عنه، وتقريبا كان في دور كبير لكونه، يعني كونه كان ثالث اقوى كون في بطوله الاكوان. حاليا حاكم دمار الكون السابع بيروس، واللي هو اهم حاكم دمار واقواهم تقريبا وافضلهم بالقصة. يعني بيروس هو اساس دراغون بول سوبر اصلا بشكل كامل، بيروس اللي تسبب دمار كوكب السيال، تسبب كثير اشياء، تسبب وجود السوبر سيال بلو والحاكم والغريزة الفائقة، لانه بسبب تدخله بالقصة تغير مسار كوكب بشكل كامل. بيروس هو اهم حاكم دمار، عنده كثير تقنيات جدا قوية، عنده قوة جدا عظيمة، يعني ويتميز بصفاته قريبة من ليا وتشامبا، هو اصلا اللي بنى صفات اغلب حكام الدمار، هو اللي حببنا من حكام الدمار، هو وضح لنا مين هم حكام الدمار اصلا. فبيروس اهم حاكم دمار داخل قصة دراغون بول، وتقريبا ممكن يعتبر الاقوى اذا عرفنا هل هو اقوى ام كيتيليا. حاكم دمار الكون الثامن واللي هو ليكر، هذا الحاكم دمار قدم بعض الاشياء المميزه في قتال حكام الدمار، حيث انه يقدر يطلع طاقه من ذيله، بس تقريبا ما قدم كثير اشياء على مستوى تصميمه، تصميمه كان جيد بالرغم من انه تقليدي بشكل كبير، بس في النهايه كان جيد، بس احس انه الكاتب ما اعطى حقها بشكل كبير، كان ممكن انه يخليه بشكل افضل. طبعا اللي هزمه في قتال حكام الدمار اللي هي هيليز حاكم الدمار الكون الثاني. طبعا هذا الحاكم دمار مثل ما قلت لكم في اشياء تميزه وفي اشياء لا، انه تصميمه حلو وقوته لا باس فيها لانه قدم اشياء فيها، فبس قصته ما كان لها دور كبير، او يعني تصميم شخصيته ما كان لها دور كبير، فلهيك اغلب الناس ما ركزوا تقريبا عليه بالمره وما كان يعني له اهتمام كبير من الفانز، فيعني لو الكاتب اهتم عليه اكثر شوي كان افضل. حاكم دمار الكون التاسع واللي هو سيدرا، هذا الحاكم دمار كان له دور في القصه، يب له دور جيد في الانمي والمانجا مقارنه بحكام الدمار الثانيين، حيث كان له يعني دور انه في تحرير فريزا لما كان يحاول انه يخليه واحد من اتباعه، لما كان يحاول يدمره جوجو، وسوى كثير اشياء تقريبا يعني داخل الانمي والمانجا. فهذا الحاكم دمار جدا مميز وعنده قدره الدروع، يعني يسوي دروع ما في احد يقدر يدمرها، حتى بيروس ما قدر يدمرها. فهذا الحاكم دمار جدا مميز لدرجه انه حمى كل حكام الدمار في دروعه. من ناحيه القصه كمان جيد، واكيد يعني من ناحيه كتابته جيده مقارنه بحكام دمار، لانه سلطوا عليه الضوء بشكل جيد كمان، خصوصا مبدا عدالته وظهر كونها بشكل جيد وهو جالس يتكلم مع الذئاب اللي قاعدين معاه. فهذا حاكم دمار كان من افضل حكام الدمار تقريبا. حاكم دمار الكون العاشر، هذا حاكم كمان دمار كمان قدموا له بعض الاشياء جيده، انه هو راموش يتبين عليه الحكمه بشكل جيد، وعنده قدره انه يمتلك اقوى رئه في كل الاكوان على كلام ويس، يعني يقدر يركض بدون تعب، وقوة صرخته قوية لدرجة انه الكيشن يغمى عليهم واللي بمستوى حكام الدمار ينشلوا انشلال بسيط بشكل مؤقت، وسرعته جدا كبيرة ويكسر اي شخص بسبب هذا الاشي، يعني تقريبا ما يحتاج اكسجين. فهذا الحاكم دمار جدا مميز من ناحية قوته، وتقريبا كان له دور يعني بما انه زمس كان موجود في الكون الخاص به، فلهيك يعني كان له دور، واكيد انه حاقد على بيروس بشكل كبير بسبب المشكلة اللي سواها مع زينو في الماضي وخلاهم انهم يرقصوا لزينو عشان يخلوه يتسلى، فهذا الحاكم دمار مميز كمان. وهذا الحاكم دمار سوى مشكلة كبيرة عند متبعين الديانة الهندوسية، حيث قالوا انه يسيء للاله غانيشا، وهو اله يشبه الفيل باعتقادهم، وهذا تقريبا من اعظم الهتهم، فهم زعلوا كثير من الكاتب وكانوا يريدوا يحذفوه من دراغون بول، بس كاتب دراغون بول اكيرا تورياما رد عليهم وقال لهم انها اقتبس من احد انواع الويسكي وليس غانيشا. ننتقل الى احد اهم حكام الدمار كمان واللي هو بيلمود، حاكم دمار الكون الحادي عشر. هذا الحاكم دمار ممكن يكون له دور كبير في ماضي جيرين، الشخص اللي قتل والدي جيرين ومدربه، فهذا الحاكم دمار كمان مقتبس من الجوكر
مارغريتا اللي تقود معها الملاك، مقتبسة كمان من هارلي كوين. تميز هذا الحاكم دمار بالقوة والقصة والذكاء، تقريبا أذكى حاكم دمار، لأنه خدع الكل في قتال بطولة، يعني لانه خدع الكل في قتال حكام دمار. كان اول شيء راح يقتلهم عن طريق بطاقاته، بس في النهايه لما خسر عمل نفسه خسران بما ينتظر انه ينهي القتال ويقتلهم كلهم. بس في النهايه اكيد وقف الداشيكان القتال، بس في نهايه تبين لنا انه هو الوحيد اللي ما احتاج مساعده من مارغريتا انه تعالجه من بين حكام دمار. فهو كان تقريبا داهيه في الذكاء ويقدر يتحكم جيرين، الوحيد تقريبا بين كل الشخصيات يقدر يتحكم ويغير مبادئ جيرين تقريبا. فهذا حاكم دمار لسه له قصه كمان بالمستقبل بالاغلب ما شفناها، فهو من افضل حكام دمار صراحه. حاكم دمار الكون 12 واللي هو جين، اللي كان عليه تقريبا بعبعة كثيرة او كلام كثير انه اخوه حاكم دمار، بس في الاغلب هو اضعفهم لانه تقريبا اكثر شخص كان خايف في القتال، فلهيك بالاغلب هو اضعفهم، لانه بالمانجا تبين لنا كيف خسر من القتال بسرعة وما قدم اي شيء فيه. فممكن هو تقريبا عنده معرفة بالمستقبل لا يعرف انه راح يخسر، يعني عشان هيك، او ممكن انه ضعيف لدرجة كبيرة فيعرف النتيجة، لاني ما استنتج انه يعرف المستقبل، لو يعرف كان عارف مين فاز جوكو ولا جيرين وهيك، وكان اتوقع في اشياء ما كان قاعد يتفرج اصلا في القتال، لانه اكثر مرة هرب من القتالات الثانية، ما كان اصلا يستمتع في القتال، او قال على الاقل النتيجة، ومن سعيد اصلا يمتلك قدرة حتى داشن كان وزينو ما يمتلكوها اللي هي معرفة المستقبل. فهذا الحكم دمار مميز انه ضعيف تقريبا بس تصميمه حلو كثير، عشان هيك الناس حبوه لدرجة كبيرة، وتميز ببعض الاشياء في القصة، يعني سلطوا عليه الاضواء، مثل بعض حكام دمار اللي ما قدموا لهم اي شيء، فهذا الحكم دمار قدموا له شوية اشياء. لهنا نقول قد وصلنا لنهاية الفيديو، مين افضل حاكم دمار بين كل حكام الدمار؟ مع انه بالاغلب عارف انه بيروس بالاغلب عند اغلب الناس. فشكرا لكم على المشاهدة، اتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، واذا بدك تدعمني في مادية تقدر تدعمني بميزة تشكرات او الانتساب. ان شاء الله يا شباب القاكم في الفيديو القادم، مع السلامة.